بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حلقة اليوم عن تطاول الأقزام في عصرنا هذا. يتطاول كثير ممن يسمون أنفسهم إعلاميين أو مثقفين أو باحثين أو مفكرين على أطهر خلق الله تعالى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد الواحد منهم ربما لا يحسن أن يتوضأ ولا يعرف سنن أو فرائض الوضوء، هذا ولو كان يصلي. والمصيبة الكبرى منهم من لا يصلي، وإن صلى فلا يصلي إلا في الاحتفالات التي تنقل عبر وسائل الإعلام. فهناك مفكرين نعرفهم ومثقفين وإعلاميين ورؤساء دول لا يصلون. وشرف الصحابة الكرام معروفا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن تاريخهم المجيد في نشر الإسلام وفتح الأمصار وملء الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت جورا وظلما، ومع هذا لا يزال الأقزام يتطاولون على الصحابة الأعلام ويشككون في تاريخهم ويسبونهم ويقللون من شأنهم عبر وسائل الإعلام. وبذهاب جيل الصحابة قل الخير وانتشر الخوف، إلى أن وصلت الأجيال إلى ما نحن فيه من الذل والهوان ومن تطاول الدول الكافرة علينا. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهل يستطيع أقزام عصرنا أن يفتحوا بلدا واحدا مما فتحوا الصحابة الأعلام؟ هيهات هيهات، والله ولا قرية صغيرة. وسلب من الأمة لضعفها ولذلها، أم أن عملهم مجرد استرزاق وأكل عيش؟ بل وتعدى الأمر الصحابة، بل أصبحوا يتطاولون على صحيح البخاري. وأخيرا، فيجب على الإعلامي أن يعرف أنه محاسب على كل كلمة يقولها يوم القيامة أمام الله عز وجل، فإن كانت خيرا فله أجرها وأجر من عمل بها، وإن كانت شرا فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فيجب على الإعلاميين والمفكرين والمثقفين أن يتقوا الله. وفي الختام لا ننسى إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واحشر قتلهم مع الشهداء والنبيين والصديقين، وانصرهم على عدوهم، اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وأمنه، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.